نظمت إدارة الدعوة والإرشاد التابعة للجنة العليا لتنظيم الحج والعمرة تمارين بهدف توجيه وتدريب الحجاج الذين يحجون هذا العام. هارون أبانا. إدارة الدعوة والإرشاد التابعة للجنة العليا لتنظيم الحج والعمرة للحجاج الشاديين تباشر عملها بهدف توعية المسلمين الذين ينتظرون السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام وتوجيههم، وذلك بشرح مناسك الحج بالطرق الصحيحة. يحج المسلمون إلى بيت الله الحرام في أول شهر ذي الحجة، وأول هذه المناسك هي ارتداء الإحرام وعند حدود الميقات الاستحمام والوضوء ودخول الحرم المكي والبدء بالطواف حول الكعبة المشرفة سبع أشواط، حيث يبدأ كل شوط بالحجر الأسود ويكون على يسار الحاج. وإلى آخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الله أكبر. وبعد الطواف تأتي مرحلة السعي بين الصفا والمروة، حيث خضع المتدربون إلى هذه التمارين بتوجيهات من بعض المشايخ أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. وبعد السعي بين الصفا والمروة التوجه إلى منى، وهو مكان يبعد عن مكة المكرمة بثلاثة أميال، وهو المكان الذي ترمى فيه الجمرات بعد طواف القدوم. وفي كل هذه الأثناء يلازم ضيوف الرحمن التلبية. وعقب التمارين والتدريبات قال الشيخ أبو بكر إدريس حامد مدير الدعوة والإرشاد عضو اللجنة العليا لتنظيم الحج والعمرة إن للحج شروط وأحكام يجب على الحاج التقيد بها. تتواصل هذه التمارين التوجيهية خلال هذه الأيام إلى أن تبدأ أولى رحلات الحجاج الشاديين إلى المملكة العربية السعودية.